نشرة السابعة بتوقيت العاصمة طرابلس، والبداية بأبرز العناوين. استعراض عسكري لكتائب الثوار المتواجدة بالعاصمة، وخروج عدد من المتظاهرين بميدان الشهداء رافضين لما يعرف بعملية الكرامة. مجلس شورى ثوار بنغازي يؤكد سيطرته على كافة تمركزاته بالمدينة، والطيران الأجنبي المساند لمجرم الحرب حفتر يجدد قصفه على مناطق غربية مدينة بنغازي. مصر تدعم قوة مجرم الحرب حفتر في سيطرتها على ثروات نفطية في ليبيا، والمستشار القانوني لحفتر يبدي استعدادهم لتصدير النفط لمصر بعملتها المحلية. أهلا بكم. قامت عدد من كتائب وسرايا الثوار المتواجدة في العاصمة طرابلس باستعراض عسكري جاب شوارع المدينة تحذيرا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة ومؤسساتها. الاستعراض جاب عددا من الشوارع والأحياء بمدينة طرابلس، فيما لاقى الاستعراض ترحيبا من بعض المواطنين بالعاصمة، مؤكدة في بيان لها التزامها بمبادئ ثورة 17 من فبراير. هذا وخرج الجمعة عدد من المتظاهرين بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس رافضين لحكم العسكري في البلاد. المتظاهرون طالبوا بفك الحصار عن العالقين بمنطقة قنفودة، وكما رفعوا شعارات داعمين فيها مجلس شورى ثوار بنغازي وقوات الثوار في مدينة سرت. أغلق عدد من المواطنين السبت الطريق السريع المدخل الشرقي للعاصمة طرابلس قرب البيفي احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي. مصادر من المنطقة قالت أن انقطاع التيار الكهربائي أصبح متعمدا، وأن الانقطاع أصبح يدوم لساعات طويلة. يشار إلى أن العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها تشهد منذ فترة طويلة انقطاعا للتيار الكهربائي تجاوز 8 ساعات في اليوم. وإلى بنغازي، حيث أكدت مصادر من مجلس شورى ثوار المدينة السبت أن قوات الثوار لا زالت تسيطر على كافة تمركزاتها بالمدينة. المصدر قال أن قوات طيران مجرم الحرب حفتر شن غارة على منطقة أبو صنيب الذي ادعى سيطرته عليها مسبقا، فيما ذكر أن عدوان حذرا يسود محاور القتال بالجوارشة وقنفودة وخريبيش وسوق الحوت، وفي حين تشهد مناوشات من وقت إلى آخر. يذكر أن مجلس شورى ثوار بنغازي سيطر في الفترة الماضية على عدة مناطق جديدة غربية المدينة كانت تسيطر عليه قوات مجرم الحرب خليفة حفتر. قال مركز السرايا ذراعه الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي السبت أن الطيران الأجنبي المساند لمجرم الحرب خليفة حفتر جدد قصفه على مناطق غربية المدينة. المركز ذكر أن طائرة من نوع كامكوبتر شنت 3 قذائف على منطقة الجوارشة، فيما شنت طائرة من نوع بريديتور عدة غارات على منازل العالقين بمنطقة قنفودة. يذكر أن الطيران الأجنبي المساند لمجرم الحرب حفتر يشن منذ فترة طويلة عدة غارات على منازل العالقين داخل منطقة قنفودة. هذا ونشر مركز السرايا ذراعه الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي تقريرا مصورا يظهر حياة الأطفال العالقين داخل منطقة قنفودة. الله
أكبر الله مع كل أذان فجر جديد مؤذنا بانتهاء وحشة ليل كئيب تتسلل من خلال أستاره أشعة الشمس لتبدأ مسيرة نهار حافل لا يختلف كثيرا عن ليله سوى في أنواع تلك الطائرات التي تقذف حممها عليهم. في كل يوم يصحو ليطمئن الشمس أن خفافيش الليل لم تنهب أرواحهم بعد، ثم ينصرف هنا وهناك ليبحث عن الأمل بعد أن انقطع في قلوب الملايين من البشر، يبحث عنه تحت ركام بيته أو على ركام بيت جيرانه أو في أي زاوية من مقبرة الأحياء، يبحث عن الأمل عله في لعبة جهاد تعيد إليه ذكريات جميلة أو في الدراجة منتصر التي كانوا يتسابقون بها. هكذا تتسابق الذكريات أيها تعيد بعض الأمل لقلب نصير المكلوم، تقوده رجلاه إلى مدرسته لتذكره بمستقبله المهدور وتحرك في حناياه الأمل المقهور. تتراءى له صور زملائه، مدرسيه، أقلامه، دفاتره، رسوماته التي تحمل في ثناياها الكثير، وعصا مدرسه التي كانت أقسى أذى يخشاه قبل أن يألف حمم القذائف وأزيز الطائرات. لحظات صمت وهدوء تخيم قبل أن يكسر جدارها أزيز الغدر والخيانة. أصوات أناس يصرخون، عويل صغار وبكاء نساء. إنه موعد رحيل إحدى العائلات إلى السماء حيث العدالة التامة. هكذا يمر كل يوم في قنفودة حيث ينتظر الكل موعد الرحيل. لا Thank you.
قالت مصادر من مدينة جدبيا أن قوة مجرم الحرب حفتر تشن منذ ما يقارب اليومين حملة واسعة من الاعتقالات ضد ثوار المدينة. المصادر ذكرت أن هذه الحملة شملت عددا من خطباء المساجد وعددا من مؤيدي سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي في المدينة، فيما شهدت المدينة في الأيام الماضية حملة من التفتيش في المنازل وكذلك انتشار البوابات الأمنية في كل مناطق مدينة جدبيا. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تدعم قوات مجرم الحرب خليفة حفتر في سيطرتها على الثروات النفطية في ليبيا حسب ما ذكر. شكري ذكر أن عبد الفتاح السيسي تعهد بالاهتمام بالقضية الليبية في جلسة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط، مضيفا أن بلاده ستتولى أهمية قصوى بضرورة عودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق الوفاق الوطني من خلال تنفيذ اتفاق صخيرات حسب قوله. ومن جانبه قال المستشار القانوني لمجرم الحرب خليفة حفتر صالح عبد الكريم أن ليبيا مستعدة لبيع النفط الليبي لمصر بالجنيه المصري لترتفع قيمته أمام العملات الأجنبية. وأوضح عبد الكريم في تصريح صحفي الجمعة أنه تم طرح مشروع تصدير النفط إلى القاهرة بالعملة المصرية على البرلمان المنحل وحكومته ومؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي بالبيضة حتى لا تضطر مصر لدفع العملة الصعبة لشراء النفط، مؤكدا على أن النفط الليبي يجب أن يستفيد منه الشعب المصري حسب قوله. ومن جهة أخرى اعتبر عبد الكريم أن المبعوث الأممي مارتن كوبلر شخص غير مرغوب فيه من جانب من أسماه بالجيش والشعب الليبي. مجرم الحرب خليفة حفتر يتبادل الأدوار من ركن أول إلى مشير، هكذا هي دساتير مجلس النواب المنحل الباطلة. المزيد في سياق التقرير التالي. نعتذر مشاهدينا الكرام عن هذا الخلل الفني ونعود إلى أخبارنا، حيث قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم السبت أن عائدات النفط الليبي يجب أن تودع في مصرف ليبيا المركزي. هذا ورحب كوبلر بإعلان استئناف إنتاج النفط. هذا وقال إن المجتمع الدولي والجامعات العربية يسعيان إلى حل الأزمة في ليبيا، موضحا أن الجميع يعاني من الأحداث التي تمر بها البلاد خاصة مصر وتونس وإيطاليا. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إنه عقد مشاورات مع رئيس المجلس الرئاسي المقترح للإسراع في تشكيل حكومة البعثة الأممية. كوبلر قال في تغريدة له على تويتر إنه التقى بالسراج في العاصمة المصرية القاهرة وعقد معه مشاورات للمضي قدما في تنفيذ اتفاق صخيرات. هذا وقال كوبلر إنه سعيد بسبب ما أسماه بعودة تصدير النفط الليبي بمستويات مرتفعة حسب تعبيره.
ومن جانبه دعا مفوض الخارجية بالحكومة المقترحة محمد سيالة في قمة الدول عدم الانحياز أو عدم انحياز كل الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا. مصادر صحفية قالت أن سيالة طالب كل الدول المجتمعة بعدم التعامل إلا مع الحكومة المقترحة حسب ما ذكرت المصادر، وكما طالب بضرورة الوقف الفوري لتزويد السلاح لمن وصفهم بالمجموعات المتصارعة في ليبيا. يذكر أن صحيفة ميدلستاي نشرت في الفترة الماضية تسجيلات صوتية أكدت فيها تواجد عناصر أجنبية من الإمارات وفرنسا متواجدون بقاعدة بنينة شرقية مدينة بنغازي. قال المفوض الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط دول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن بلاده لا تخطط لفتح سفارتها في ليبيا لأسباب أمنية. بوغدانوف وحسب ما نشرت وكالة روسيا اليوم أشار إلى أنه لا يوجد حاليا أي تواجد دبلوماسي أو عسكري أو مدني لروسيا في ليبيا، وأنها لا تنوي حاليا استئناف ذلك خاصة التواجد العسكري حسب قوله. وأكد بوغدانوف أن الشأن الليبي يناقش باستمرار خلال الاتصالات التي تجرى بين الحين والآخر بين وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري. أفاد رئيس مجلس حكماء وأعيان غريان جمال لمين للتناصح بانسحاب وفود مدن بنغازي ومصراتة وزوارة وغريان من مؤتمر المصالحة بنالوت، معللا ذلك باحتواء المؤتمر على بنود تخدم أتباع النظام السابق. لمين أوضح أن إحدى البنود في المؤتمر تمنع رفع علم الاستقلال والنشيد الوطني، إضافة إلى تضمين قانون العفو العام لأتباع النظام السابق لبنود هذا المؤتمر. وأشار لمين إلى أن المشاركين في مؤتمر مصالحة نالوت يشترط عليهم الموافقة على فصل الدين عن سياسة الدولة حسب بنود المؤتمر. هذا وقال رئيس وفد مدينة مصراتة في مؤتمر نالوت للمصالحة والناطق باسم مجلس حكماء المدينة علي كامبا أنهم انسحبوا من هذا المؤتمر. كامبا قال في تصريح لقناة التناصح أنهم انسحبوا بعد أن حاولوا تكرارا تضمين ملاحظاتهم على جدول أعمال المؤتمر، ولكنهم تفاجأوا بأن ألغت اللجنة التحضيرية كل هذه التعديلات. وذكر كامبا أن اللجنة التحضيرية رفضت وجود علم الدولة الليبية ونشيدها الوطني في المؤتمر، وهو ما رفضه وفد مدينة مصراتة وبعض الوفود الأخرى. نشرتنا متواصلة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. العثور على ضابط شرطة كان مخطوفا من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت، وهدوء حذر في محاور القتال داخل المدينة. Thank you.
أهلا بكم من جديد. عثرت عناصر من قوة الثوار مساء الجمعة في أحد مخابئ ما يعرف بتنظيم الدولة بمدينة سرت على الرائد عامر البكوش الذي تم اختطافه منذ ما يقارب 7 أشهر. مصدر عسكري من هناك قال إن الرائد عامر البكوش يعالج الآن في أحد مستشفيات مصرتة، حيث تبين أنه ترك لأكثر من أسبوع بدون أكل، ومن ثم جرى تسليمه إلى عائلته بمصرتة. يذكر أن رائد الشرطة تم اختطافه في منطقة وادي مرصيت أثناء وجوده في سيارة للشرطة كانت قادمة من القرية الشرقية، وعلمتها رئيس مركز الجريات مع أحد مرافقيه الذي تمكن من الفرار. هذا وتشهد محاور القتال بمدينة سرت هدوءا حذرا الجمعة لأكثر من أسبوع حسب مصادر من داخل المدينة. هذا وسيطرت قوة الثوار في وقت سابق في المدينة على مواقع جديدة بمحيط الجيزة العسكرية والحي رقم 3 بعد اشتباكات عنيفة دارت بينهم وبين عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. يشار إلى أن قوة الثوار أعلنت في وقت سابق أن عملية الحسم في المدينة ستكون قريبة، مشيرين إلى أن وجود العائلات بالمدينة يؤخر تحريرها. أعلنت قيادة الجيش الأمريكي عن توجيه 150 ضربة جوية لعناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإرهابي في ليبيا منذ بدء الضربات الجوية الأمريكية ضده في الأول من شهر أغسطس الماضي. ومن جانبه اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في تصريحات له الخميس أن أيام التنظيم الإرهابي في ليبيا صارت معدودة، فيما يتطلب استتباب الأمن في ليبيا امتلاكها جيشا نظاميا قويا. ولفت كوبلر إلى أنه في القريب العاجل سيعجز التنظيم عن التحكم بالأراضي التي يسيطر عليها في ليبيا، الأمر الذي يبعث الأمل في إمكانية إعادة إعمار الدولة الليبية. نفى رئيس لجنة السيولة رمزي الأغا ما تم تداوله حول عزم مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء فتح الاعتمادات بالعملة الصعبة، معللا ذلك بعدم وجود إدارة خاصة بالاعتمادات. الأغا وفي تصريح تلفزيوني ذكر أن مركزي البيضاء على استعداد للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية. جاء ذلك بعد أن أصدر علي الحبري مدير مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء الخميس عزمه فتح الاعتمادات بالعملة الصعبة من قبل المصرف بعد تدفق النفط الليبي للأسواق العالمية. لم يعد المواطن الليبي يحتمل الهيش في ظل تفاقم الأزمات ومجيء المناسبات المتتالية، أعياد وعام دراسي والتزامات. المزيد في سياق التقرير التالي. بين مطرقة العام الدراسي الجديد وسندان أزمة غياب الأموال عن المصارف التجارية، يقضي المواطن الليبي يومه بنهاره وليله أمام أبواب المصارف وخزائنها الخاوية على عروشها. المصارف التي أبى مركزي طرابلس إلا أن يعيدها لحقبة لا مصارف ليذيق الليبيين صنوفا من العذاب ثمن عدم قبولهم بحكومة البعثة الأممية التي تداعت وعودها الهلامية ككومة من تراب. السراج الذي بات يتبادل الأدوار بينه وبين نائبه من رئيس إلى وزير خرج على الفضائيات منذ بدء العد التنازلي لمشروع 100 يوم التي أصبح يؤرخ بها للفشل، ليقول للليبيين إن الكهرباء عادت والسيولة متوفرة والدولار لا إقبال عليه. وعود على مر الساعة وانقطاع يومي للكهرباء ومرتبات افتراضية لا يراها الليبيون إلا رسائل على هواتفهم المحمولة. بين ثنايا كل تلك الأزمات المنتنة يتوارى خبر منحة العيد لأعضاء مجلس النواب المنحل المنقطع منهم والمتصل البالغة 5000 دينار ليبي عدا ونقدا، الأمر الذي جعل الليبيين يقطعون أيديهم من كل أمل في مشروع الصخيرات المبرم بين طرفين بعيدين كل البعد الواقع الليبي. مشروع الصخيرات وتغيراته كل عشية وضحاها، مؤتمر مصالحة في الجزائر والسعودية، ومن المفارقات للإمارات في المصالحة نصيب. مؤتمرات ينفق عليها من مال الليبيين هم في حاجة إليه أكثر من رحلات استجمام المتحاورين وأحاديثهم عن مشروع انتهى ومات منذ ولد.
نظمت الكوادر والأطقم الطبية الأجنبية بمدينة درنا وقفة احتجاجية تنديدا بالظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها جراء نقص السيولة المالية وإيقاف التحويلات المصرفية الخارجية. المحتجون طلبوا الجهات المسؤولة بإيجاد حلول عاجلة أسوة بباقي المدن الليبية، مناشدين المنظمات الحقوقية للتدخل لمساعدتهم على إعالة عوائلهم خارج ليبيا. وأحضر مسؤولون بقطاع الصحة بمدينة درنا من إقبال الأطباء الأجانب والكوادر الفنية من إلغاء عقودهم وترك المدينة، ما ينذر بفراغ طبي في ظروف صعبة يشهدها القطاع الصحي داخل المدينة نتيجة لعدم وجود تحويلات لهم منذ ما يقارب السنتين حتى الآن. طبعا الجنسيات الموجودة الأجانب هم جنسيات أغلبها هندية وفلبينية وجنسية سودانية وجنسيات مصرية وجنسيات بلغارية وأوكرانية. بدأت عملية صوفيا مرحلة جديدة الجمعة، وذلك بالتفتيش من قبل سفن الاتحاد الأوروبي أي مركب في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية. المرحلة والتي تحصلت فيها العملية على تفويض من الأمم المتحدة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، فيما يسمح بموجبه لسفن الاتحاد الأوروبي مصادرة شحنات الأسلحة المهربة واقتيادها إلى أحد موانئ دول الاتحاد. يذكر أن فريقا تابعا للمدمرة البريطانية قام الأربعاء الماضي بمداهمة وتفتيش ناقلة تجارية في عرض الساحل الليبي للتحقق من التزامها بقرار حظر توريد السلاح. وأخيرا، حيث تمكن حرس السواحل الليبي القاطع الغربي في نقطة مصفاة الزاوية خلال يومي الأربعاء والخميس من ضبط حوالي 1450 مهاجرا من جنسيات عربية وبنغالية وإفريقية مختلفة، وكان من بينهم 13 مهاجرا ليبيا الجنسية. وقال الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم أن خفر السواحل الليبي ضبط فجر الأربعاء 7 قوارب مطاطية تحمل على متنها حوالي 1050 مهاجر، وأن أغلبهم من جنسيات إفريقية وما يقارب الثلث من النساء إضافة إلى عدد من الأطفال. وأضاف قاسم في تصريح لوكالة إيك الإيطالية أن خفر السواحل ضبط فجر الخميس قاربين مطاطيين على متنهما 150 شخصا، وكذلك 3 قوارب خشبية صغيرة على متن كل منها حوالي 25 شخصا. أما الآن فنذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة. استعراض عسكري لكتائب الثوار المتواجدة بالعاصمة وخروج عدد من المتظاهرين بميدان الشهداء رافضين لما يعرف بعملية الكرامة. مجلس شورى ثوار بنغازي يؤكد سيطرته على كافة تمركزاته بالمدينة، والطيران الأجنبي المساند لمجرم الحرب حفتر يجدد قصفه على مناطق غربية المدينة. مصر تدعم قوة مجرم الحرب حفتر في سيطرته على ثروة نفطية في ليبيا، والمستشار القانوني لحفتر يبدي استعدادهم لتصدير النفط لمصر بعملتها المحلية. وتبعتم أيضا العثور على ضابط شرطة كان مخطوفا من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت، وهدوء حذر في محاور القتال داخل مدينة سرت. وفي الختام ننوه إلى أنه يمكنكم متابعتنا عبر بثنا المباشر على صفحة القناة على موقع التناصح أو على موقع فيسبوك تناصح دوت تي في، ومتابعة أخبارنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وتليجرام ويوتيوب. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.